رؤيا في دقيقة. شركة بي ام سي التركية تعتزم تزويد مدرعات بوران ذاتية الدفع بمحركات مصنعة بإمكانات وطنية. وزير البيئة والتحضر التركي يؤكد أنه سيجري اليوم تسليم 8000 منزل ضد الزلازل في ولاية إلازيغ بإشراف ومشاركة الرئيس أردوغان. امتلاك العقارية في تركيا، خلاصة المشاريع بين يدي. الدفاع التركي تشير إلى الانتهاء من تجهيز أنواع جديدة من البدلات التدريبية للجيش والتي من المقرر البدء باستخدامها اعتبارا من اليوم. مصادر خاصة تؤكد وصول 6,500,000 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا إلى مطار إسطنبول في تمام الساعة 4:15 فجر اليوم على متن الرحلة TK6175. تركيا في دقيقة.